بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أنت لله حبيب، وإذا سجدت على الأرض فاحت مسكا وطيب. معالي وزير الأوقاف، الشكر موصول لك وموصول للسادة العلماء، كل باسمه ومقامه. السادة الضيوف الكرام، مرحبا بكم في أرض الله المباركة التي تجلى فيها الله على موسى عليه السلام في مصر العزيزة الغالية. مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نحن في حاجة إليه ليعم السلام في العالم. والشكر المخصوص لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نادى بهذا الحوار، حوار يؤلف بين القلوب، حوار يعم به السلام. والشكر أيضا للسيد رئيس الوزراء وللسيد رئيس مجلس النواب العربي وللحضور جميعا بلا استثناء حتى لا أطيل عليكم. حقيقة نخرج من هذا السماع الطيب الكريم كل الكلمات تصب في مغزى واحد وهو اللقاء الطيب، كلمات خرجت من القلوب فلا بد أن تقابل أيضا بقلوب طيبة واعية حكيمة رشيدة. لكني سوف آخذ منهجا آخر لأصل إلى هذا الهدف على حسب عادتي مع وزارة الأوقاف. القرآن الكريم مليء بالحوارات. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قصة الهدهد مع سليمان، حوارات عديدة تؤدي إلى إيجابية بمنهجية معتدلة طيبة. أنا هأخذ بعض الحوارات حتى لا أخذ من الوقت مع أخي العزيز. حوار في شعر أبي فراس الحمداني لابن عمه سيف الدولة، بيقول له إيه: أسيف الهدى وقريع العرب، علام الجفاء وفيما الغضب، وأنت الكريم وأنت الحليم، وأنت العطوف وأنت الحدب، ألست وإياك من أسرة، وبيني وبينك فوق النسب، وأنصف فتاك فإنصافه من الفضل والشرف المكتسب. نوع أيضا من الحوارات التي تمت بين مانديلا وأحد الأشخاص العنصريين. طرح شخص عنصري على مانديلا سؤالا يريد إحراجه، فقال له: إذا وجدت صندوقا فيه كيسين أحدهما مملوءا بالحكمة والآخر مملوء بالمال،
فأيهما تختار؟ قال مانديلا: أختار كيس المال. فقال العنصري: كنت أعلم أنك ستختار كيس المال، ولكني لو كنت مكانك لاخترت الحكمة. ماذا قال مانديلا؟ ابتسم مانديلا وقال: كل شخص يختار ما ينقصه يا سيدي. حكمة ودقة. حوار دار بين رجل عجوز مسن مثل حالي منحني الظهر، والشاب جالس على قارعة الطريق لم يحترم آداب الجلوس. سخر الشاب من المسن وقال بكم القوس يا عم؟ قوس اللي هو انحناء مين؟ انحناء الظهر. فقال المسن بحكمة وروية: إن أطال الله في عمرك فسيأتيك بلا ثمن. إن أطال الله في عمرك فسيأتيك بلا ثمن. القول الحسن نحن مأمورون به. قال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. سأكتفي بهذا القدر حتى لا أضيع الوقت، وقد سمعنا كلمات طيبات مباركات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا من كل سوء، وأن يحفظ مصر من كل سوء. قولوا معي: اللهم احفظ الأمة الإسلامية من كل سوء، واحفظ مصر يا ربنا من كل سوء ومن كل مكروه، واعدها يا ربنا إلى قيمتها وقامتها العربية والإفريقية والإسلامية والعالمية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكراً.